بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حيا حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة من السائلة ميسون من البصرة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز قطع العلاقة مع أقاربنا إذا كانوا سيئين ونخشى على أنفسنا من التعامل معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الأقارب لهم حق، قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. القريب له حق، ولا يسقط حقه إذا حصل سوء تفاهم بينك وبينه في أمور الدنيا، فإن حقه يبقى. وحتى لو أعرض عنك وقاطعك فإنك لا تقاطعه، بل تؤدي الحق الذي عليك له، وحقك عليه يكون هو المسؤول عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يلتقيان فيسلم هذا ويعرض هذا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان القطيعة من أجل أمر ديني، لأن ارتكب مخالفة شرعية ونصحته ولم يقبل النصح، فإنك حينئذ تهجره إذا كان في الهجر مصلحة لأن يرتجع عن مخالفته. فإن لم يكن في الهجر مصلحة بل يزيد شره، فإنك تواصله مع المناصحة، مع استمرار المناصحة معه. فالحاصل أن حق القريب لا يسقط، ولكن يتبع قريبه المصلحة الراجحة في ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول في سؤالها الآخر: هل يجوز أخذ مال من الوالد دون علمه، لأنه لا يعطينا ولا يصرف علينا، وأكثر ماله يصرفه على نفسه؟ لا يجوز أخذ المال إلا بإذن صاحبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإذا كان يقصر عليكم في النفقة، إن كان المراد التقصير في الكماليات، فهذا لا يؤثر ولا يبيح لكم الأخذ من أجل تحصيل الكماليات. أما إن كان التقصير في النفقة الواجبة التي لا بد منها، فلكم المطالبة، تطالبونه بها. فإن أبى وصار عليكم ضرر وظفرتم بماله، فإنكم تأخذون قدر ما يجب لكم، قدر حقكم. لأن هند زوج أبي سفيان شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. صلى الله عليكم. في آخر أسئلتها تقول الأخت ميسون: هل تجوز الصلاة قبل سماع الأذان؟ الصلاة إنما تجب إذا دخل الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا تصح. والأذان يختلف، فإذا كان المؤذن متقيدا بالوقت فإنه لا يجوز الصلاة قبل الأذان، لأن الأذان علامة على دخول الوقت. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت ولا يضبط الوقت، فإنه لا يجوز فإنها لا تجوز الصلاة على الأذان الذي يسبق الوقت. وإن كان المؤذن يؤخر عن دخول الوقت، فإنه تجوز الصلاة قبل الأذان حينئذ، لأن الأذان متأخر عن دخول الوقت.
والعبرة بدخول الوقت دائما وأبدا لا بمجرد الأذان. نعم. السلام الله عليكم. المستمع باع عين من الجزائر يقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، وهل تجوز طريقة أخرى لتباعد الولادات؟ هذا ما يسمى بتنظيم الحمل، فإذا كان تتابع الحمل على المرأة يضر بها أو يضر بمولودها فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها حتى يزول الضرر عنها أو عن مولودها، وهذا ليس قطعا للحمل وإنما هو تأخير للحمل إلى أن يتهيأ الاستعداد له. أما أخذ الدواء الذي يقطع الحمل نهائيا فهذا لا يجوز، لا يجوز إلا في حالة الضرورة، إذا كان الحمل يقضي على حياة أمه بتقرير الأطباء الثقات فإنه يجوز أخذ ما يقطع الحمل دفعا لضرر الهلاك عن الأم. نعم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز أن يتقاضى المؤذن في المسجد أجرا؟ لا يجوز أن يتقاضى أجرا مقطوعا يشترطه فيقول: لا أؤذن لكم إلا بكذا، أو يقول: لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأن الأذان قربة إلى الله وعبادة، فلا يجوز أن يتخذه وسيلة لطلب الدنيا وحرفة يتكسب بها. أما إذا بدل له شيء لم يشترطه فإن له أخذه سواء كان من بيت المال أو من متبرع ليستعين به على القيام بالأذان. فإذا بدل له مال بدون مشارطة ولم يكن قصده هذا المال وإنما قصده التقرب إلى الله عز وجل بالأذان أو بالإمامة وأخذ ما يبدل له وما يعطى بدون مشارطة فلا بأس بذلك. نعم. السلام عليكم. يقول: ما حكم ما يسمى بالعادة السرية؟ ما يسمى بالعادة السرية الذي هو الاستمناء باليد حرام، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فحرم الله الاستمتاع بالشهوة إلا مع الزوجة أو مع ملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فإنه حرام، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزوجة وملك اليمين أولئك هم العادون أي المعتدون على محارم الله سبحانه وتعالى والمتجاوزون من الحلال إلى الحرام، ومن ذلك العادة السرية، فإنها استمتاع غير مأذون به شرعا وهو استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. مصري مقيم بجدة يقول: إذا أراد الإنسان السفر إلى مسافة بعيدة فمتى يبدأ القصر في الصلاة وكذلك الإفطار في رمضان؟ هل يبدأ من خروجه من بيته أو بعد أن يتعدى مسافة القصر المقدرة بنحو 80 كيلومتر؟ إذا خرج قاصدا السفر مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإن القصر والإفطار في رمضان يبدأان من خروجه من البلد، من عامل البلد، فإذا خرج من حدود البلد العامرة فإنه يجوز له القصر ويجوز له الإفطار في رمضان. أما ما دام في داخل البلد فإنه لا يحل له الفطر ولا يجوز له القصر حتى يخرج من البلد، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو البروز والظهور، ولا يتحقق هذا إلا إذا خرج من البلد وبرز. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي وأولادي كانوا يقيمون معي في مدينة جدة ثم ذهبوا لإكمال مسيرة تعليمهم في مصر، لكنهم يحضرون كل فترة لتجديد التأشيرة، فإذا أرادوا الحج أو العمرة هل يحرمون من جدة من بيتي أم يحرمون من الميقات؟ إن كانوا ناويين للحج أو العمرة في قدومهم من مصر أو من غيرها مروا على الميقات وهم ينوون الحج أو العمرة فإنهم يحرمون من الميقات، قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا جاءوا بقصد قطع التأشيرة ولم ينوا حجا ولا عمرة وإنما بدا لهم ذلك بعدما تجاوزوا الميقات فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا منه، بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت مما يلي مكة فمهله من أهله أو من حيث أنشأ أي من حيث نوى. نعم. السلام عليكم. المستمع ألف 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 بعث عددا من الأسئلة حول الوضوء، يقول في أولها: ما كمية الماء التي كانت تكفي الناس
النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، وكم كان يغسل أعضاءه في الوضوء عليه الصلاة والسلام؟ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، وفي بعض الروايات أنه توضأ صلى الله عليه وسلم بثلث المد. وأما عدد الغسلات فإنه كان يغسل ثلاثا ثلاثا، كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه كل واحدة ثلاثا، ويمسح برأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وأنا أتوضأ تسقط أحيانا نقاط من الماء من عضو أغسله على عضو انتهيت من غسله، فهل في هذا شيء؟ ليس فيه شيء، والماء الذي يسقط على العضو طاهر، الذي يسقط على العضو من عضو آخر هذا طاهر لا يؤثر الحمد لله. يقول: هل علي إثم إذا لم أغسل العضو الذي سقط عليه نقاط الماء؟ لا لا، ليس عليك إثم لأنه طاهر ولا يغسل، ما يغسل من أجل ما سقط عليه من قطرات الماء من عضو آخر. أثابكم الله. يقول: هل هناك كمية محددة لما يستعمل من الماء في الاستنجاء أو الوضوء أو الغسل لا يجوز تجاوزها؟ لا يجوز الإسراف يصب الماء لا في غسل النجاسة ولا في الوضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصد بحيث إنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فلا يجوز الإسراف في صب الماء في غسل النجاسة أو في الوضوء، والنجاسة تغسل حتى تزول من غير إسراف، والوضوء كما سبق أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا على كل عضو ما عدا مسح الرأس فإنه مرة واحدة. نعم. السلام عليكم. يقول: وأنا أتوضأ أحيانا تمس يدي الحنفية أو الحائط فأعود وأغسل يدي من جديد، وأحيانا أغسل مقبض الحنفية كثيرا جدا نحو 20 مرة، فهل عملي هذا صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عملك هذا باطل وغير صحيح، لأن هذا إسراف، لأن هذا وسوسة من الشيطان. نعم. هذا وسواس من الشيطان فعليك بتركه، لأن هذه الأشياء طاهرة لا تحتاج إلى غسل، الحنفية والجدار، وإذا لمستها فلا يجب عليك غسل يدك من ذلك لأنها طاهرة. نعم. أثابكم الله. المرسل يقول: أخوكم في ظل العقيدة الإسلامية أحمد مسفوح حسن من جازان بني مالك، يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة، خطبة يوم الجمعة أو العيد أو الاستسقاء أو غير ذلك؟ تجب الصلاة عليه صلى الله عند ذكره صلى الله عليه وسلم، بقوله في حديث صعود المنبر، لما صعد المنبر وقال آمين 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 آمين، ثم أخبر أصحابه أن جبريل أتى إليه وقال له: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. الشاهد منه: من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه. الله جل وعلا أمر بالصلاة على رسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه تجب الصلاة عليه، وكذلك تجب الصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة، وتجب الصلاة عليه في الخطبة، في خطبة الجمعة وخطبة العيدين. نعم. سلام الله عليكم. يقول: رجل أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فإذا قام للركعة الثانية هل يتمها سرا أو جهرا؟ يتمها جهرا أو سرا، خير في هذا، لأن صلاة الجمعة جهرية والجهر بها سنة، والجهر بالقراءة فيها سنة، يخير بين أن يجهر إذا قام يقضي أو أن يسر. نعم. لم يشوش على من حوله فإنه يسر. نعم. السلام عليكم. المرسلة أختكم بالله أم محمد من الوشم مراد، تقول في سؤالها الأول: إذا كان عند المسلم مجموعة من المصاحف وهو لا يقرأ فيهن جميعا ولكنها في المجلس، فإذا جاء أحد من الأقارب تناول مصحفا وأهل البيت يقرؤون في مصحفين فقط، فهل نأذن بذلك؟ وهل ينطبق علينا آية الهجران وهي قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ لا بأس بأن يكون عندكم عدة مصاحف ولو لم تقرأوا بها كلها، وليس هذا من الهجران. الهجران هو ترك العمل بالقرآن أو ترك تلاوته. الهجران أنواع: أولا هجر تعلمه وتعليمه،
ثانيا هجر تلاوته، ثالثا هجر تدبره والتفكير في معانيه، رابعا هجر العمل به، خامسا هجر الاستماع إليه إذا قرئ، سادسا هجر الحكم به بين الناس. هذه أنواع الهجر للقرآن على سبيل الإجمال والاختصار، وليس منها أن يكون عندك مصحف ولا تقرأ فيه، لكن إذا كانت عندكم مصاحف زائدة عن حاجتكم فالأولى أن تبذلوها للمحتاجين الذين ليس عندهم مصاحف، تحسنون عليهم بها، أو تجعلونها في المسجد ليقرأ بها من يكونون بالمسجد ويكون لكم الأجر في ذلك. السلام عليكم. تقول: الصلوات الرباعية يقرأ في ركعتيها الأوليين بفاتحة الكتاب وما يتيسر من القرآن، فهل علي إثم إذا قرأت في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، أو يكون ذلك بدعة لم تشرع في الدين لأني أحب قراءتها، وكذلك أحب أن أقرأ في أواخر الركعات بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقرأ بعد الفاتحة إلا في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخيرتان من الرباعية أو ركعة الثالثة من المغرب فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة، فلا يقرأ بعد الفاتحة شيئا في آخر الصلاة لا في المغرب ولا في غيرها، بل يقتصر على الفاتحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. تقول: إذا قرأت في الصلاة الرباعية أو المغرب الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية نسيانا أو عمدا، هل في ذلك إثم؟ ليس في ذلك إثم، بل إن بعض العلماء يرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، ليس على المسلم إثم إذا فعل ذلك، لا سيما إذا كان ناسيا. أحسن الله إليكم. تقول: مسلم أخذ من مال والده بغير إذنه لقصد القرض ثم رده بعد مدة من الزمن مثل ما أخذه لم ينقص منه شيئا، فهل يلحقه بذلك إذن على أنه كان مضطرا إليه، وماذا يترتب عليه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم، يلحقه إثم لأنه أخذ من مال غيره بغير إذن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيره بغير إذنه، وليس ذلك قرض. القرض لا بد أن يكون من طرفين، من مقرض ومقترض، ويكون بطيبة نفس من المقرض، ويكون المقرض أيضا جائز التصرف لأنه مال مسلم والقرض تصرف، فلا بد أن يكون من جائز التصرف. وماذا يترتب عليه؟ ترتب أن ترد الحق وأن تطلب منه المسامحة ولا تعود لمثل هذا. سلام الله عليكم وجزاكم خيرا. المستمع راشد بن سيف السيف من الأحساء يقول في سؤاله الأول: ما حكم لبس ثوب النوم أو القبعة في المسجد، وبماذا توجهون من يكثرون من فعل ذلك في المساجد؟ المطلوب التجمل، الخروج إلى المساجد صلاة الجماعة، أن الإنسان يتجمل بالثياب الجميلة، لأن هذا اجتماع شريف واجتماع عظيم لأداء عبادة عظيمة، يتجمل الإنسان لذلك ولا يخرج بثياب رشها أو بثياب غير مناسبة، وهو يقدر على ثياب أحسن منها، هذا هو الأفضل. ولكن المطلوب في الصلاة ستر العورة، هذا شيء لا بد منه، وما زاد عليه من التجمل فهو مستحب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا ستر العورة، وما زاد عنها من التجمل ثياب الجميلة فهو مستحب. وأما لبس القبعة فإنه تشبههم لأنها من لباس الكفار، لا يجوز للمسلم أن يلبسها لما في ذلك من التشبه بهم، قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. المسلم يلبس ما يلبسه أهل البلد من المسلمين، ولا يخرج على عادة البلد المباحة في اللباس. شرط حفظكم الله إلى أن ما سوى ستر العورة مستحب، يعني من كان يترخص في لباس المسجد قميصنا ونحو ذلك غير
آثم إذا كان يستر عورته أو غير آثم لكنه تارك لمستحب، تارك لما هو الأولى. الحمد لله. في السؤال الثاني، هل يجوز لبنت الخالة كشف وجهها أمامي علما أنها رضعت 5 رضعات مع خالي؟ إذا كانت رضعت من أمك 5 رضعات فهي تكون، إذا كانت رضعت من جدتك، رضعت من جدتك أم أمك 5 رضعات فإنها تكون خالة لك وتكون أنت محرما لها. أما إذا كانت بنت خالتك لم ترضع 5 رضعات أو لم ترضع أصلا فإنها أجنبية منك، لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن يجوز لها أن تكشف لك عما يجب ستره. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي عبد الله عريف في هندسة الصوت. حتى نلقاكم استودعكم الله، ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، صندوق البريد 60059، الرمز البريد